من أغرب الحكايات التي يمكن لنا أن نسردها عن سعد زغلول وثورة 1919 ها حكاية المقولة الشهيرة مفيش فايدة ولتا جاءت على لسانه، ولكن القصة الحقيقية تختلف تماما عما تداوله المصريون وقتها. كان سعد في أيامه الأخيرة واشتد عليه المرض، وكعادتها ذهبت إليه رفيقة عمره وكفاحه صفية هانم زغلول، فموعد تناول الدواء لك تعطيه الجرعة التي قررها الطبيب في موعده المحدد. وعندما اقتربت منه أزاح سعد زغلول يدها، وكانت المرة الأولى التي يرفض فيها سعد تناول الدواء، ويبدو أنها كانت الأخيرة. وهنا انزعجت صفية هانم وقالت له: خير يا باشا، نقطة، أنت ليه رافض تناول الدواء؟ فقال لها جملة واحدة: مفيش فايدة يا صفية.